Let's say I'm busy, I don't have time in modern standard Arabic. أنا مشغول، ليس عندي وقت. Or we can say مشغول، ليس عندي وقت. Let's break it down. أنا مشغول مشغول ليس عندي وقت. Again. أنا مشغول ليس عندي وقت. أنا مشغولة ليس عندي وقت. That's feminine. أنا مشغولة مشغولة ليس عندي وقت.